للمزيد ينضم إلينا هاتفيا من عمان السيد محمود خربشة عضو البرلمان الأردني، تحياتي لك. أهلا فيك يا مرحبا. أهلا بك. يعني اليوم اختتمت الدورة 29 للبرلمان العربي، وأيضا أصدر أو يعني تم إصدار البيان الختامي، وانتخب أيضا رئيس البرلمان الأردني عاطف الطراونة رئيسا للاتحاد. ما هي إذن أهم النقاط الصادرة ضمن هذا البيان الصادر؟ يعني الحقيقة يأتي انعقاد الدورة 29 للاتحاد البرلماني العربي الذي يضم جميع البرلمانات العربية وسط ظروف معقدة وصعبة للغاية، خاصة أن شعار وعنوان هذا المؤتمر كان يركز وبشكل خاص على القدس وبأن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وعلى دعم القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها، بمعنى أن الموضوع الأول والأساسي على جدول أعمال دورة الاتحاد البرلماني العربي 29 هي القضية الفلسطينية وخاصة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية. وأكد المشاركون في هذه الدورة التي حضرها حوالي 17 رئيس برلمان عربي بالإضافة إلى لجان ووفود مشاركة عن بقية البرلمانات الأخرى، أكدت هذه الدورة على عروبة القدس وعلى حق الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما أكدوا أيضا على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وبأن كل ما صدر من الإدارة الأمريكية ومن غيرها من بعض الدول فيما يتعلق بنقل سفاراتهم وفيما يتعلق بأن تكون القدس عاصمة لدولة إسرائيل يعتبر بعيدا ومخالفا لقرارات الشرعية الدولية ولا يعتد به ولا يعترف به. وأكد المشاركون أيضا على ضرورة دعم القضية الفلسطينية ودعم كل ما من شأنه أن يدعم هذه القضية، وتحديدا أن هنالك محاولات لإنهاء وجود عمل وكالة الغوث الدولية والتي هي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، والتي هي خير شاهد على مأساة الشعب الفلسطيني وخير شاهد أيضا على القضية الفلسطينية باعتبار أن هنالك شعبا قد فقد أرضه وتم طرده من أرضه بالقوة من قبل إسرائيل، وبأن هذا الشعب من حقه أن يحظى بدعم المجتمع الدولي وأن تقدم له كافة الخدمات التي يستحقها. وبالتالي كان هنالك محاولات من الإدارة الأمريكية ومن بعض الدول أيضا لإنهاء عمل وكالة الغوث ووقف الدعم الذي يقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين باعتبار أن هذه الوكالة كان هنالك ميزانية تقدم من الأمم المتحدة لها ومن الدول وتبرعات من الدول على مستوى العالم لإدامة عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين حتى تستطيع أن تقوم في خدمات الغذاء والتعليم والصحة وغيرها من الخدمات التي تقدم للاجئين في مخيماتهم، حيث أن هنالك 13 مخيم في الأردن تقريبا للاجئين الفلسطينيين، ولا زالت هذه المخيمات تقدم لها الخدمات من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وبالإضافة إلى الأردن التي تقدم خدمات أخرى مساندة باعتبار أن خدمات وكالة الغوث لا تفي بالغرض. بالإضافة لذلك البيان أكد أيضا على عروبة القدس وبأن كل المحاولات التي تبذلها دولة إسرائيل لطمس معالم مدينة القدس العربية والتراثية والإسلامية والمسيحية هي باطلة ولا يمكن الاعتراف بها، وبأن إقامة الدولة الفلسطينية ضمن قرارات الشرعية الدولية. أشكرك شكرا جزيلا. أشكرك نظرا لضيق وقتي السيد محمود خربشة عضو البرلمان الأردني، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك.